السلام عليكم اخوتي ومرحبا بكم معايا في الفيديو ديال اليوم. اليوم عندكم واحد البلاصه مهمه اخوتي، كنتمنى تستمتعوا معايا في هذه الجوله، تستمتعوا بالاشجار والطبيعه وزقزقه العصافير. المهم اخوتي عندكم الطاقه الايجابيه، ولكن غنمشيو لواحد الغرض، غنخليكم تكتشفوا الغرض اللي غنمشيو ليه. كما كنتمنى دائما ان يكون ضيفه خفيفه على القلوب المشاهدين والمشاهدات، ضيفه مرحب بها اينما حلت وارتاحت. ومرحبا بكم معايا مره اخرى في قناتي الصغيره والمتواضعة. شكرا الناس اللي دائما واقفين معنا كيساعدونا وكيساندونا. لاحظوا معايا شجر الصنوبر. المهم اخوتي خليكم مع الاجواء ومع الاختيار ديال هذا النهار، هذا خليكم معايا. وسهلا، كي عاملين؟ لاباس عليكم؟ الصحة مزيانة؟ مرحبا بكم معايا اخوتي في الفيديو ديال اليوم. المهم هاد الفيديو هذا صورته قبل العيد، ان شاء الله غنمشيو لواحد البلاصة ونوصلو ونعرفو شنو كنعملو تما. كما لاحظتو معايا في البداية ديال الفيديو من الفردة عن الحميرة، هانتوما كتشوفو والشواري، ودابا شادين الطريق غنمشيو للجهة ديال القشلة. شوفو عاوتاني واحد البلايصة، كنتمنى تستمتعو بالطبيعة وزقزقة العصافير. صراحة بلاصة يعني مزيونة ومبدلة على حوايج اخرين ولا على بلايص وحدين اخرين، والانسان كيبدل يعني البلايص، كيبدل بزاف ديال الحوايج، كيبدل حتى الطاقة، الطاقة السلبية الى الطاقة الايجابية. ايوا اختكم هي خارجة وهي كتصور، هادشي وعطا الله. كاين غير الناس كيمشيو يتسارو، حنا كنمشيو نتصورو. على العموم اخوتي كنعرفو يعني العيد الكبير كل واحد كيستعد للعيد بالطريقة ديالو الخاصة، وكل بلاصة يعني كتختلف على بلايص وحدين اخرين. حنا وصلنا هادي دار الطالبة، ودابا حنا غندخلو في هاد البلاصة هادي. هانتوما لاحظتو معايا كاملة الشجر ديال الصنوبر، واحد البلاصة يعني هادي الطريق ديال السوق. كنسبق لي شاركتها معاكم، يعني كنسمى اما على رجلك واما بهيمة، مكيدوش شي ترونسفور من تما. هاد البلاصة هادي كاملة هاد الشجر كيما عاد لاحظو معايا، تبارك الله ما شاء الله، بلاصة مزيونة هادئة. هي كاينة الشجر بزاف، خصك تمشي وترجع البال كتعرف يعني البلاصة ملي كتكون فيها يعني هابا. نظر كاينين حناش، كاين بزاف ديال الحوايج. و هانتوما كتشوفو معايا خوتي. المهم بعد ما دخلنا كما كتلاحظوا معايا، هذه هي هذا هو الغطاء النباتي اللي متواجد في البلاصه هذه، كتلقى الضو والصنوبر على شجر الصنوبر. ونزيد نتمشى، نقول لكم هاد الايامات الحراره عندنا في طنجه، عرفتي الحراره بزاف تبارك الله، والله الا الحراره ما نقدرش تخرج من الدار، الانسان يخرج غير من الضروره وصافي. اما يعني شي حاجه والله الا الحراره تبارك الله ما شاء الله. ولا ما رجعتيش لدار راسك دابا نطفى هاد الحراره هادي. اي والله يعمل لي فيه الخير يا ربي. المهم اخوتي بالنسبه للبلاصه هادي، بديت معاكم من دوار الرادون، وصلنا لواحد البلاصه سميتها القشله.
وهاد البلاصه يعني في الجنب ديال القشلة، واخد كاينه شي اراضي يعني اللي هي كبيره ما شاء الله. لا خوتي بالنسبة كنعملو كنحفرو التراب، هذا التراب، التراب هذا هو اللي كيملسو بيه. انتما لو حطيت واحد الفيديو حطيتو كيملسو، وهذا انتما كتشوفو كيزولو يعني كان فيه الحرارة ولا شي حاجة، ومن بعد كيحفرو اللي مزيون باش كيملسو بيه الدار. هذا الحال بحال السيما. ايوا المهم انتما كتشوفوا معايا تمشيت هنايا، اوكي يعني البلاصه مزيانه الصراحه، كتسمع حتى شي صوت من غير زقزقه العصافير والريح. الى ضربت تحرك كتسمع الاصوات ديال الشجار. وإلى بلاصه مزيانه الصراحه، كتحس بواحد الاحساس غريب بين هذه الاشجار. بلاصة مزيونة وهادا، المهم دابا كيحفر التراب انتما كتشوفو معايا خوتي، يستعملو قاضوم اما فاس. حنا عندنا هادي كيقولو لها عتلة، المهم كيستعملوها. المهم هادي هي الشغل اللي جبتكم معايا، شوفوه هو هذا. سوا خوتي العرب والبادية الصراحة فيها تمارا، فيها حويجات مزيونين ولكن فيها حويجات عاوتاني سلبية. السلبية ديالها هو تمارا يعني الناس ديال البوادي مكيجلسوش، كتلقاها من الشتا خدامين الصيف خدامين، ماشي بحال الناس ديال المدينة جالسين عاطين الراحة مع راسهم. يعني الإنسان كيقيل جالس ولا ناس. البوادي تبارك الله يعني ضروري خصهم يخدمو، ضروري خصهم يدمرو، ضروري خصهم يعملوا بزاف ديال الحوايج باش كيوفروا كل شيء لراسهم. والانسان يعني كيعتمد على راسو بزاف ديال الحوايج، ما كتقولش اصبح جالسه وهذا تما كاينه غير تمام. المهم اللي فيه الخير، شغنقول لكم انا مريضه كنعمل هذا المونتاج هذا راسي كيحرقني والله الا غير بالسلسل وصافي. وكنضر انتما كترجعوا البال بطريقه هاد الهضره ديالي، المرض ولا كيمشي وكيرجع دغيا. هاد اليومين مشيت في الشمس صافي سالت معايا حراره، يعني كتمشى بداك الشمس كتجي للدار خصك ضروري تدوش صافي، كتجمع معاك صافي الله يجعل البركه. هذا الصبر عرفتي شنو كنا نعملو؟ كنا كناكلوه، كتكون عند واحد الزريعه لداخل كنا كنعملو لها بحال الزريعه والله الا كنا كناكلو الصراحه. يعني شوفوا معايا خوتي هذا الفضاء هذا كي عام ماشي مزيون، شكل طاقه ايجابيه الانسان يخرج شي حصيره ويطلقها تحت ديك الشجره يجبد عليها انا وسيرتاح وينسى العالم، ينسى الناس، ينسى المحيط، ينسى المشاكل ديال الدنيا كامله، يعيش في واحد المكان اللي كله طاقه ايجابيه وكله راحه. ايوا الحمد لله اخوتي، هذا هو كات كات ديالنا. ايوا كيتمشى عليه الثقال مسيكن الراسي. انا باين نشوفو كيحفظ الطريق، شفتو يعني حافظ الطريق ديالو، ما حتى شي اللي يوريه الطريق، كيتمشى بوحديتو حتى يوصل للدار تبارك الله ما شاء الله. هو كيحفظ الطريق علينا حنا كالإنسان. الرازد الرا
المهم اخوتي، هذه هي الخريجه ديال النهار. كي لاحظتوا معايا بدا لنا شويه الجو او بدا لنا شويه المحيط. كنتمنى اخوتي الخريجه تكون خفيفه وظريفه على القلوب ديالكم، وايضا كنتمنى تكونوا استمتعتوا معايا. وباش ما نطولش عليكم نودعكم في امان الله وحفظه. الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله، يوم جديد وحياه جديده. الله يبارك فيكم.